في ذكرى المولد النبوي الشريف، مولد النور. مولد النور يكتبها عدنان شيخو. مولد النور يخرجها مازن لطفي. الرحمة بي أيتها السماء، أما يكفي أن يموت أعز أولادي عبد الله رحمة بي أيتها السماء؟ الأحلام، الأوهام، الهواجس تلازمني كلها دفعة واحدة. يا غلام، يا غلام، ها أنا ذا يا سيدي. أين الكاهنة؟ ألم تبعث في طلبها؟ بلى يا سيدي، وسوف تحضر سريعا. إيه، أية سرعة هذه وقد طلبتها مرتين. عمت صباحا يا سيد قريش ويا سيد البطحاء. عمت صباحا. هل هناك ما يضايقك؟ فأنت عبد المطلب، شيخ زمزم وسيد الحرم. إنه يريد الكاهنة. الكاهنة التي تعترض سبيل سيدي طالبة منه المعروف؟ أجل، هي. إني قد قدمت لتوي من مجلس لها. ها؟ وماذا في مجلسها؟ كنت أسألها عن مقالة رددها بعض اليهود في ظهور نبي موعود. نبي موعود؟ نعم. وماذا في المقالة أيضا؟ كانوا يقولون سنقتلكم قتل عاد وإرم. ها؟ يقتلون؟ يقتلون من؟ يقتلونني ويقتلون أصحابي. ولكن ما يدفعهم لهذا؟ إنهم يكرهوننا ويقولون إن رسولا سيظهر منهم فيزدادون قوة ويبطشون بنا. ومن أخبرهم بظهور رسول؟ الكهنة والرهبان والعرافون كلهم من مكتبة يؤكدون ظهور رسول. أفن، أين الكاهنة يا غلام؟ عمت صباحا يا سيد الحرم. عمت صباحا يا ابن نوفل. طاب نهارك يا سيد زمزم. وطاب نهارك يا ابن عمرو أيها الشيخ المتعبد. ما بال سيد الحطيم؟ أراك متضجرا. ليس متضجرا أكثر مني. وما يضجرك يا ابن عمرو وأنت شيخ متعبد مطمئن النفس؟ كنت البارحة عند صنم القبيلة مع بعض أصحابي فوجدته مقلوبا فأقمناه، لكنه انقلب ثانية فارتجل أحدهم قائلا: أيا صنم العبد الذي صف حوله صناديد وفد من بعيد ومن قرب، تنكس مقلوبا فما ذاك؟ قل لنا، أآذاك شيء أم تنكس للعبي؟ فإن كان من ذنب أسأنا فإننا نبوء بإقرار ونلوي عن الذنب. وإن كنت مغلوبا تنكست صاغرا فما أنت في الأوثان بالسيد الرب. إنها علامات النبوة وبشارتها.
علامات النبوة؟ نعم نعم، هذه من علامات النبوة. زدني عن هذا الأمر يا ورقة، وأنا أيضا بحاجة لعلم في هذا. سيدي سيدي، لقد وصلت الكاهنة. عمتم صباحا يا قوم، ها أنا ذا بين يديك وطوع أمرك يا سيد الحرم وزين العرب. إنها رؤيا رأيتها أيتها الكاهنة، وأنا أفسرها لك. إنها خير من فسرت الأحلام. قص علينا رؤياك يا عبد المطلب. قد رأيت في منامي كأن سلسلة من فضة خرجت من ظهري، لها طرف في السماء وطرف في الأرض وطرف في المشرق وطرف في المغرب. حلم عجيب. دع ابن هاشم سيد البطحاء يتم كلامه، فإنها البشارة. البشارة؟ نعم، أتم يا سيد الرجال وزعيم العرب. ثم تتحول السلسلة إلى شجرة، على كل ورقة منها نور، وإذا أهل المشرق والمغرب كأنهم يتعلقون بها ويحمدونها. إنها البشارة التي أشار إليها ورقة بن نوفل. إنه يخرج من صلبك رجل يدين له المشرق والمغرب. إن الكهان والأحبار والرهبان يؤكدون بأن هذا الزمن هو زمن نبي يخرج في أرض العرب، وأن له علامات واضحة يتميز بها. سيدي، هل تسمح لي بكلمة؟ تكلم يا غلام. رغم أنه لا يحق لي أن أتكلم بينكم، فأنت سيدي وهؤلاء هم ضيوفك. كف عن هذه المقدمات وتكلم، قلت لك. كنت في الطريق فإذا بأحد اليهود يصرخ بأعلى صوته قائلا: يا معشر يهود، يا معشر يهود، إلى أن تجمع حوله جمع كبير فصعد مرتفعا وقال: ماذا قال؟ قال: لقد طلع نجم أحمد. ماذا؟ طلع نجم أحمد؟ النجم معروف عندنا، ويقول الكهان فيه: إما أن يموت به ملك، أو يولد مولود، أو يموت مولود. لقد قال يوحنس الحواري حين نسخ الإنجيل عن عهد عيسى بن مريم: ولكن لا بد أن تتم الكلمة التي في الناموس: إنهم أبغضوني مجانا، فلو قد جاء المنحمنا هذا الذي يرسله الله إليكم. وما هو المنحمنا؟ المنحمنا في السريانية محمد. كل العلامات تشير إلى خروج رجل عظيم من صلبك يا سيدي. رأسي يكاد ينفجر. ومما ينفجر، وبشرى الخير تحوفك من كل جانب. تتقاذفني الأقوال والتنبؤات والأحلام. إنني الآن أسترجع كثيرا من الأمور المبهمة التي ما كنت أعرف لها تفسيرا، أما الآن فأرى أن بعضها بدأ يتوضح. أخبرنا عنها يا شيخ العرب. قد حدثتني آمنة أنها لما حملت بابنها رأت رؤيا قيل لها فيها: إنك قد حملت بسيد هذه الأمة، فإذا وقع إلى الأرض فقولي: أعيذه بالواحد من شر كل حاسد، ثم سميه محمدا. محمد؟ من مكتبة الإذاعة السورية. اسم لا تعرفه العرب من قبل. صحيح، إنه اسم غير معروف عموما، لكنه كان معروفا لدى أصحاب الكتاب
كما قلت قبل قليل. من مكتبة الإذاعة السورية. ولهذا سمى ثلاثة من العرب أولادهم بمحمد، عسى أن يكون أحدهم النبي المنتظر. ومن هم هؤلاء؟ إنهم محمد بن سفيان بن مجاشع، ومحمد بن أحيحة، ومحمد بن حمران. لكن البشرى لسيد بني هاشم شيخ الحرم وسيد زمزم. ولدت آمنة وأنجبت طفلا عجبا. عجبا؟ وكيف؟ قد رافقه نور عظيم أضاء الدنيا. نور عظيم؟ نعم، لا تستغرب يا سيدي، فأنا ومن كنا معي شاهدنا نورا لم نعهده من قبل. شكرا لك أيتها السماء، شكرا لك أيتها السماء. إنها البشارة العظيمة، إنها البشارة العظيمة يا سيدة زمزم. حقا إنها لبشارة عظيمة. أين المولود؟ سأدخل به الكعبة وأعيده فيها من الشيطان الرجيم، وسأسميه محمدا، عساه يكون محمودا في الأرض وفي السماء. أين محمد؟ ماذا أفعل ولم يبقى من لبني شيء؟ ما شأننا؟ لا لبن للرضيع ولا لبن في الشاة، وقد بلغ الجوع والفقر منا كل مبلغ. كيف سأرضع طفلا ثانيا يشارك ابني لبنه وأنا لا أجد ما يكفي واحدا؟ هذا اللبن الكثير، ما أبرك مطلعك علينا يا محمد. أهلا بحليمة. أهلا بك، أراك وفقت بالرضيع الجديد. إني ما أزال أشهد من أمره العجب العجاب. وكيف لا، وقد ذهبت إلى أحياء العرب لتكوني مرضعة من المراضع، فعدت بأتان قوية. إنها هي التي ذهبت بها. هي نفسها التي ذهبت بها؟ نعم هي نفسها. قد خرجت مع زوجك وطفلك الصغير وهي ضعيفة هزيلة لا تقوى على المسير. هذا صحيح، لكن الأمر كله قد تغير. ألهذا تقولين إن أمر هذا الرضيع أمر عجيب؟ نعم. وما اسمه؟ ومن أبوه؟ إنه محمد، يتيم الأب. محمد؟ ما هذا الاسم؟ ويتيم الأب؟ نعم، وهذا ما جعلني عازفة عنه في البداية. ومن أمه؟ إنه ابن آمنة بنت وهب. قد عوضت عن يتمه ببركة لم تعهديها من قبل. أي بركة هذه؟ بل قولي إن البركة شملت حياتنا كلها. حياتكم كلها؟ هل تسمعين صوت بكاء ابني؟
لا، أين هو؟ إنه نائم، وقد كان لا ينام وهو يبكي يطلب اللبن، ولا ننام نحن من بكائه. أما الآن فاللبن يكفي لرضيعين ولثالث معهما أيضا. هذا أمر عجيب، وماذا غير ذلك؟ الشاة الهزيلة التي لا تقوى على الرعي. وما جرى لها أيضا؟ لقد امتلأ ضرعها باللبن، رويت وروي زوجي وشبعنا، وما زال ضرعها مملوءا باللبن. صدقتي، إنه الطفل المبارك، إنه محمد المبارك، حتى أن الأرض الجدباء تعود منها شاة ممتلئة قوية. نعم، قد سمعت بهذا، حتى إن الناس كانوا يقولون: ارعوا أغنامكم حيث ترعى أغنام حليمة. ليس السر بالمكان، السر في بركة محمد. وما أمر العراف الهذلي؟ قد تردد اسمه كثيرا. العراف الهذلي؟ لا تذكريني به. لا تخافي، فأنت هنا في قومك، أين هو منك؟ قد عرضت عليه محمدا كما نفعل جميعا، فتفرس به كثيرا، ثم سأل عن أبيه، ولما علم بيتمه صاح بأعلى صوته: اقتلوا هذا الصبي. الويل له، أهكذا قال؟ نعم. لماذا؟ قال إنه سيقضي على الأصنام وآلهة العرب. وماذا فعلت؟ انسللت انسلالا، وقد تجمع حول العراف حشد كبير، وهم يقولون: أين الصبي؟ لكن السماء من مكتبة الإذاعة السورية. ونجوت منهم. سيدي، ارفع الحجر الأسود أنت، فأنت زعيمنا. بل تتشرف برفعه قبيلتنا. لن ترفع قبيلتك الحجر الأسود. يا قوم، هذا هو اليوم السادس وما زال الخلاف بيننا على من سيرفع الحجر الأسود إلى مكانه في الكعبة، فاسمعوا مني رأيا عسى أن تأخذوا به. ما هو؟ تكلم. ننتظر أول داخل إلى الحرم فيحكم بيننا ونرضى بحكمه. نعم نعم نعم، لقد رضيت بها. انظروا انظروا، إنه محمد، إنه الصادق الأمين، إنه يحكم بيننا بالعدل، ونحن رضينا بحكمه. يا محمد، أيها الصادق الأمين، قد عرفناك حكيما عادلا، ونحن قبائل مختلفة فيما بينها، من الذي سينال شرف رفع الحجر الأسود إلى مكانه في الكعبة؟ يا محمد، احكم بيننا. ويطلب الرسول صلى الله عليه وسلم أن يؤتى برداء ويبسط على الأرض، ثم يحمل بيديه الشريفتين الحجر الأسود ويضعه في وسط الرداء، ويدعو ممثلي القبائل أن يرفعوا الحجر جميعا إلى حيث مكانه في الكعبة المشرفة، ثم يضعه صلى الله عليه وسلم في وضعه الأخير في الكعبة، ويرضى الجميع بهذا التصرف الحكيم. Thank you.
ويستمر الرسول صلى الله عليه وسلم في خلواته في غار حراء، يجوب الكون ببصره وهو يرنو لصوت الحنيفية في قلبه ووجدانه، إلى أن ينزل الوحي عليه ويخبره بخبر السماء وبتكليف رب العالمين له بأنه رسول الله إلى الناس كافة، إلى أن جهر بالدعوة. ما به يا ترى؟ إنه يدعو الناس إليه. أسرع أسرع بنا لنستمع ماذا يريد أن يقول. هيا هيا بنا هيا. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر قريش، أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم، أكنتم مصدقي؟ نعم يا محمد. نعم نعم يا محمد، فما جربنا عليك كذبا قط. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذن فأنا رسول الله إليكم. ويحمل الرسول صلى الله عليه وسلم أعباء الدعوة ويكون من أولي العزم في تبليغها للناس، ويحدث أن يخرج إلى الطائف لعله يجد أذنا صاغية وقلبا مفتوحا، لكنه يقابل أسوأ مقابلة. من مكتبة الإذاعة السورية. اضربوه اضربوه يا أولاد، هيا اضرب. يقول بأنه رسول الله. ألم تجد السماء خيرا منه ليكون نبيا؟ هيا اضربوه اضربوه اضربوه. ويأوي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بستان في بني ثقيف ليخلص من السفهاء، وهناك تنطلق خواطره المؤمنة لتقول: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟
إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي. وتمضي الأيام، والرسول صلى الله عليه وسلم يحمل أعباء الدعوة إلى أن يأذن الله بفتح مكة، فيمضي عليه الصلاة والسلام إليها، ومسيرة الإيمان تكبر بسم الله، وهناك يقضي على أوثان وأصنام الجاهلية، ويقف بين من ألبوا عليه القبائل وناصبوه العداء، ويقول: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. من مكتبة الإذاعة السورية. الحمد لله يا أخي، هذه جموع ضيوف الرحمن تسير إلى الحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بقي من أيام ذي القعدة. الحمد لك يا رب، لقد نصرت دينك وأعليت كلمة الحق، وها هو ذا خير مخلوقاتك يلبيك ونلبي معه. ما أجملها من أيام، نحن في ضيافة الرحمن، وهل أكرم من ذلك؟ اسمع يا أخي، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقف ليخطب في الناس. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون أي شهر هذا؟ الشهر الحرام. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد حرم عليكم دماءكم وأموالكم إلى أن تلقوا ربكم كحرمة شهركم هذا، هل تدرون أي بلد هذا؟ البلد الحرام. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد حرم عليكم دماءكم وأموالكم إلى أن تلقوا ربكم كحرمة بلدكم هذا، هل تدرون أي يوم هذا؟ يوم الحج.
يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم إلى أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا. أيها الناس، اسمعوا قولي، فإني لا أدري، لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف أبدا. أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا وكحرمة شهركم هذا، وإنكم ستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم. وقد بلغت، فمن كانت عنده أمانة من مكتبة الإذاعة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها. ثم يقول: وقد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنة نبيه. ويبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم رسالة ربه، وينزل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يختار الرسول الكريم جوار ربه بعد أن أدى الرسالة وأوصل الأمانة ونصح الأمة. صلى الله عليك يا رسول الله، إن بين ولادتك ونهايتك تكمن معجزة الزمان. تبارك النور الذي أضأت به العالم، تباركت في عيد مولدك، وإلى أن تقوم الساعة. مولد النور كتبها للإذاعة عدنان شيخو. الهندسة الإذاعية والمونتاج عدنان دياب. مولد النور أخرجها لكم مازن لطفي.